عدن رائدة النهضة الفنية والثقافية، واللي برزت في به أغاني عدنية من التراث الشعبي القديم، ولكن من الزمن القديم. الزمن القديم اللي كانوا أيام زمان بيغنوا كلهم سوا مع بعض، بيغنوا في فرق الإنشاد، وبيغنوا كلهم مع بعض كورس بفريق واحد وبصوت واحد، وبيطلعوا ألحان ذهبية، والكثير ساهموا بتطوير العمل الفني. أجيت لكم هذه المرة ببرنامج وجوه عدنية معي أنا صفاء السويدي، لأني اشتقت لكم كثير وحبيت إنني أكمل معكم البرنامج وأجيب لكم الوجوه العدنية الأصيلة. اليوم حلقتي حلقة مميزة، أوديكم وأرجعكم للزمن الجميل بشخصية أسست فرقة الإنشاد، بس ما بقول لكم مش من هو. تعالوا أنا وإنتوا أرجعكم للزمن الجميل وبتعرفوا من هو بالضبط. الأستاذ الفاضل والكبير من الزمن الجميل والزمن الذهبي، الأستاذ الفنان الملحن عبد الله بافضل. أنا سعيدة جدا عبر قناة الغد المشرق وبرنامج وجوه عدنية إنني ألتقي فيك وأوثق قصة حياتك من البداية إلى النهاية. طبعا نحن هنا بالجزء التكميلي لبرنامج وجوه عدنية، وحابة أتعرف عليك أكثر ونعرف كل المشاهدين وكل الجماهير في عدن وخارج عدن عن تأسيسك لفرقة الإنشاد الوطنية زمان، وحب أعرف بداياتك، كلمني عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم وأشكر القائمين على قناة قناة المشرق على الاستضافة هذه، وإن شاء الله نتوفق. شكرا جزيلا على الاستضافة. الله يسلمك. كلمني عن بداياتك، أنت مواليد كم وكنت عايش فين؟ وإيش درست بالضبط ولحنت إيش وإنت كنت صغير؟ في البداية طبعاً أنا من مواليد 48 في حضرموت طبعاً في سيئون، وكان حبي للفن منذ الطفولة، يعني كنت أحب أغني وأسمع أغاني القديمة حق سالك العين والأغاني القديمة، كنت دائماً أسمعها وأنا طفل، يعني عمري في 8 سنوات، 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات. بعدين في 59 انتقلت من حضرموت إلى عدن، ومكثت في عدن. بقيت في الشيخ عثمان. سكنت بداية في الشيخ عثمان. عثمان. سكنت في الشيخ عثمان. نعم. وحتى كانت إحنا ما كنا أصحاب المحميات، كان حتى المدارس كان ما ندخل إلا مخلقة كان. أيوة. فاضطرينا ندخل كان معهد النور، هذا أول ما فتح مسجد النور. أيوة. كان في معهد فيه مدرسين يعني من
يعني عالي المستوى يعني مدرسين كبار يعني. فطبعا سنتين درسنا فيه وبعدين انتقلنا الى كليه بلقيس في 64. طيب كنت تجلس مع من في الشيخ عثمان ومن كان يساعدك انك تلحن الاغاني اغاني الاطفال؟ ايش قصتك وعلاقتك مع الاطفال؟ هذا في البدايه كانت يعني بدات الاطفال طبعا بالسبعينات بدات فتره الستينات كان طبعا نشاط داخل المدرسة، نشاط كليه بلقيس كان فيه نشاط فني وكنت فنان المدرسة يعني كان وكنت تقدم يعني الأغاني وتلحن لهم بالمدرسة؟ لا عادوا أغني أغاني أتشبع بالأغاني الوطنية كانت أيام القديمة حسن عطا وأغاني عطروش زي إيش؟ كنت هذه كنت الأغاني الوطنية زي إيش من أغاني؟ ها؟ زي إيش من من أغاني؟ عطروش يعني براعي استعمار براعي استعمار واسم هذا التراب حسن عطا وأغاني أحمد قاسم يا عيبا في بداية ظهورها هذا كل أغاني ف يعني ما احتصرت بنوع معين يعني تعطشت بالأغاني حقه أغاني أحمد قاسم أيوة يا عيبا هذه كانت كلها فترة يعني يعني سماعية كنت تسمعها أيوة في 67 طبعا انتقلت للحق مع الحرب الأهلية كان في انتقلنا في لحق أيوة أنا قطعت الدراسة في سنة مبكرة في 66 والتحقت قوات مسلحة بالجيش بالجيش أيوة وكان من حسن الحظ في فنانين موجودين في الفرق في الجيش أيوة عبد الكريم توفيق يا سلام مجموعة كثير من الفنانين مجموعة من الفنانين التقيتوا كلكم مع بعض ومسرحيين كان حتى موجودين المهم وكنتوا تعملوا احتفالات ها؟ كنتوا تقوموا احتفالات بينكم البين يعني لما كنتوا مع بعض في الجيش أغني لهم يعني. أيوة كنتوا تغنوا مع بعض وكنت تغني لهم لا شوف بالنسبة للفنانين الكبار أنا ما عدنا محتكين فيهم عاد بالنسبة لعبد التوفيق بحكم يعني المعرفة الكثيرة وعشنا في لحي وكنا مع بعض فبعدين انتقلنا إلى المعلق المعلق قصة طويلة 69 تحركت على واحد صاحبي اسمه عبد الله الصنح كان في فرقة الحضارم اسمها فرقة التضامن هذه في المعلق فرقة كانت مدعومة من الإخوان الحضارم متى تأسست فرقة التضامن؟ 69 في 69 أنا جيت في آخر 69 أيوة فبعدين 70 الجمعية الحضرمية استبنتها وقدموا أعمال موسيقية في حضرموت في مسرح حفلات أنا قدمت أغنية طبعا اللي هي إيش كانت؟ ملحاني أغنية ملحاني من الغالي هاي هنا الموقف اللي قلت على الحرق يعني انا كان مستعد باغنيتين وسويت عليها بروفه يعني تمام طيب الكلمات ايش كانت الكلمات عاطفيه كانت عاطفيه عاطفيه كانت يعني تميل للجانب العاطفي في البدايه طبعا في البدايه بحكم انك كنت شباب سنه 70 وبعدين هي ملحاني طيب انا برجعك للفتره اللي كنت تلحن في بال الاطفال هذا في 75 74 75 هذا قبل تقريبا عمل فني مع شكيب قمن ايوه سجلته في التلفزيون بس كان ما يشخص بالك السجيل اخو عارف قمن اللي هو الان متواجد في الامارات كان عازف يعزف يعزف أيوة. يعزف كان عازف وهو صغير ف يوم صلى على النبي ايش سجلته؟ سجلنا من كلمات والحان هذه كلمات في بعضها في واحده كلماتي انا عملتها على الاطفال كذا حتى شاركت بعض الاطفال من الحافه حقنا وخليتهم يغنوا سجلناها هذا في بدايات ايوه بعدين تعرفت على الشاعر حسين السباعي مدرس أيوة. معروفه معروف ايوه هذا كان يعني يعمل لي اغاني خاصه بالطلايع بالطلايع عملت وكنتوا تسجلوها في التلفزيون مباشره بالحفلات كان دائما في المهرجانات في هذا في المدارس في الحفلات الخاصه هذا كان يدوها انا اللهم اعطيهم اللحن وبعدين الفرقه يوم ذاكر مني مثلا بعض الالحان او الكلمات زي ايش؟ والله ذاكر بس يعني مش كثير مجموعه كبيره طبعاً. كانت علاقتك في بو قويه سباعي في بدايه السبعينات الى ان دخلت بعين مع الفنون الجميله لا دخلت في الجيش سنة 70 ايوه كان في الجيش كان في فرقة احسن فرقة كانت موجودة في الجيش ايوه فرقة الانشاد
وفرقة التضامن والقصص هذه حق أيام زمان، والجانب العملي أكثر شيء بنتكلم فيه بعدين. أنا الآن بوديك للفنون الجميلة وبرجعك للذكريات الماضية ونتكلم هناك عن كل حاجة. تفضل معي. أستاذ عبد الله بافضل، أنا سعيدة جدا أنني ألتقي في بك وجبتك هنا لمعهد الفنون الجميلة، معهد جميل الغانم، عشان نستكمل بقية الكلام أنا وإنت ونتكلم عن أول حاجة فرقة الجيش. متى تأسست ومتى بديت في بي وكم كنتوا منكم، من كان معك؟ كلمني عن هذا الشيء. قبل ما نرجع فرقة الجيش، فرقة التضامن اللي معلّة ذكرتها لكم أول، هذه تأسست 68 فرقة التضامن. كان فيها فنانين شارك فيها أحمد سعد عبد الله، أحمد سعد بن شامخ، عبد الله الصناح، التوي وبكر التوي، مجموعة من الفنانين القدامى. أيوة القدامى، بعض من وأنا بس شاركت هاوي عادي بداية عندما قبل ما سوينا حفلات، يعني حفلة في عدن، في حفلة في مقلب سنة 70. يا سلام. كان معنا أحمد سعد عبد الله ومعنا اسمه أحمد سعد الشامة يعني نخبة من الفنانين. نخبة من الفنانين، وكانت يعني في مقلب حفلة رائعة. يعني عملنا حفلة وبعدين عملنا حفلة في المقلب وبعدين حفلة في الشعر. طبعا أنا قدمت أغنية من الحاني نجحت في المقلب ونجحت في الشعر. يا سلام. طيب مرة ثانية في أغنية من هذه من المواقف المحرجة، يعني خلتنا افتح السكونة. أحسن. قدمت أغنية الفرقة ما دربت عليها كثير، حاجة بسيطة يعني. وكانوا ينصحون الفرقة، يقول لي أنا شيء فناني شيء غير أنا. أنا كنت في سعادة فترة عادنا في بداية المشوار. غنيت طبعا انتكاسة. يعني الجمهور حساس مكلّه، كان فنش يصيرون فنان يروح هناك بداية في السبعينات هذه، كان مذوقين المسرح كله كان مسجلات ما شاء الله. تدخل قاعد مسجله وتذكر، حتى المسجل كان يدخل بتذكره. كان عبد الله ومحمود الشام. طبعا انت كنت متأثر بمين من الفنانين؟ والله انا تأثرت بجميع الفنانين. تأثرت بمحمد سعد عبد الله، احمد قاسم، محمد سعد عبد الله، الزيدي، عطروش خصوصا في الأغاني الوطنية والعاطفية برضو، والمرشدي كنت أثر في، يعني أكثر كنت الأغاني حق العاطفية الحلوة كان يغني في الحفلات هذه كنت أحبها، وأغاني الصنعانية ولون مميز خاصة. طيب لو جينا لفرقة الإنشاد، متى بدأت فرقة الإنشاد وكنت أنت ومن الفنانين فيهم مع بعض؟ كنت أنت ومن مين كان معك من البنات ومين كان معك من الاولاد؟ طيب نعود للسؤال الاول، عقل الجيش. طيب تفضل. فرقه الجيش. فرقه الجيش تاسست في سنه 70. 70 او 69 70. فانا كنت في وزاره الدفاع اشتغل كاداري، يعني
يعني كان في البروفات، نعم رحنا حضر البروفات معهم، كانت فرقة مميزة بمعنى الكلمة، عازفين عازف أحمد تكري كان عازف، عازفين ومجموعة غير عادية كان. بعدين كان جميع الفنانين كانوا يسجلوا مع فرقة الكيش من ضمن مع سكوش، هذا كان أغاني حق الوطنية اللي في هذه الفترة في السبعينات، كانت فرقة تسجل فرقة الكيش. وجميع محمد سعد عبد الله، محمد عبد الله كان موظف في فرقة الكيش برضه، في عبد الكريم توفيق، عوض أحمد، كانوا نخبة نخبة، وعبد فاروق عبد القادر. المهم أنا يعني شاركت معاهم في الفرقة وقدمت تقريبا مجموعة من الأعمال. أيوه. مثل الاحتفالات اللي كان سواها. أيوه. وبعدين كنت أشارك مع الفنانين أحمد المشيري، اسمه أحمد سعد عبد الله، عطروش، كان أخذني معاهم كورات في الأغاني الوطنية هذيك. أيوه. فانا في الفتره هذه استفدت يعني الحمد لله قبل ما ابدا ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. وبعدين طيب. نعود الى فرقه وبعدين لفرقه الانشاد، فرقه الانشاد في 79 تسعة. ايوه طيب انا في السنه هذه قد لحنت لها خلاص لحنت وتشبعت بكل شيء، لحنت لها انور مبارك، لحنت لها كرام الوادي، عبد الله الصنح، يا سلام، وبكر السكاريب، امل قعدن غنيتها لحن واحد. ايوه سهير ثابت، فهد شادي الله يرحمه، سهير ثابت غنيت أغنية واحدة منه، وفهد شادي الله يرحمه، هذا فهد شادي الله يرحمه أنشودة وطنية. أيوه. في كاسيت خاص بنادي التلال أغاني رياضية، هذا كاسيت كان كمان يعني حتى رحت كمان للجانب الرياضي. رياضي هذا كان مشروع كان حق واحد صاحبنا يعني صاحب مكان الله يرحمه. أيوه. فكان يحب مشجعين التلال وعمل كاسيت وعمل لهم هدية للتلال انها فرشادي. طيب فرقه الانشاد ما تقريبا خلاص يعني فركشت، يعني نصهم انسحبوا، ايش السبب؟ فرقه الانشاد بدات 79. ايوه بدا نشاطها كان نشاط يومي، بروفات وعمل يعني بجهود ذاتي ودعم. أيوه. من الحكومه كان في دعم. ايوه فكانت اول رحله هي الانطلاقه كانت في الكويت. ايوه كنتوا تخرجوا تسافروا لبرا عدة دول اجنبيه، ليبيا مرتين، العراق، ابو ظبي، السعوديه اخر مره. انا طبعا بستكمل معك بقيه الذكريات والمواقف المحرقه اللي انت عشته، وحابه اعرف هذه التفاصيل والجمهور كمان يعرف معي هذه التفاصيل. تفضل معي. الحديث عن الاستاذ عبد الله بافضل من كبار الملحنين للأغنية العدنية العاطفية وكذلك الوطنية التي غنى له العديد من المطربين أمثال أنور مبارك وأبو بكر سكاريب وأمل كعدل وعبد الله الصنح والعديد من الفنانين، وله من الألحان العديدة التي أثرت المكتبة الإذاعية والتلفزيونية في السبعينات والثمانينات، وبالإضافة إلى رحلاتهم المكوكية في أصقاع عديدة من العالم لإرسال رسالة ثقافية وأدبية عن التراث العدني القائم على الفن والأدب الذي يتمتع به عدن. طبعا استاذ عبد الله بفضل احنا مكان احنا هنا في مركز الفنون الجميله او معهد جميل غانم، انت قلت لي انه انا ما جيتش هنا كثير، احنا كنا نروح للكنيسه اللي في المعلى، ايش 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 قصه الكنيسه هناك؟ الكنيسه قبل يعني ألغت الكنيسه، معها كان ما فيش كنيسه بعد الاستقلال مباشره. ايوه تحولت بعد الثقافه فعملوها معهد معهد الفنون الجميلة. ايوه. ودرسنا فيها معهد الفنون الجميلة. وفي نفس الوقت يعني مكان فرقة البروفات. ايوه. والرقص. ايوه. كان في نفس الجهة الثانية كان فرقة رقص في نفس المساحة في حافون. ايوه. فدرسنا هناك من عام 73 إلى 76، هذه كانت أول دفعة يعني اللي تخرجت
من هذا المعهد. يا سلام. من ضمن مجموعة من أصحابنا الله أكثر وأكثر متوفوا. أنا والله كنت أتمنى إنه أوديك هناك، لكن للأسف الشديد مقفل بسبب الوضع السياسي. طبعاً بعد الوحدة يعني سلموا الكنيسة لل. أيوة. المسيحيين. طب خلينا إحنا بجانب الذكريات الحلوة اللي أنت عشتها والمواقف المحرجة، يعني أكيد في لك مواقف محرجة عشتها، وخاصة لما كنت أنت مسافر برا، إيش كان يصير؟ إيش كان من مواقف تحصل لك؟ صراحة شوفي المجموعة اللي كنا فيها كنا متآلفين متعايشين، عايشين صراحة كان في حب وتفاهم. أيوة وتعاون بينكم الاثنين. تحصل نكات وتحصل فرفشات عند داخل البداء. بس صراحة يعني كلهم ما شاء الله على خلق، يعني ما شاء الله ما فيش يعني حساسيات ولا في أيوة. حسد، كل واحد يحاول يقدم عمل الفرقة بأحسن ما يكون يعني. أيوة. أنت كلمتني إنه يعني قبل ما نبدأ كان البرنامج أقول لك في لك موقف مثلا داخل الاتحاد السوفيتي، قلت لي أيوة استوى لك موقف هذا في أول رحلة على الميمة. هذا كان في 78 وكنا رايحين لكوبا. ايوه كان في مهرجان الشباب الحادي عشر، انا كنت قائد فرقه الاشيد. ايوه كنت قائد الفرقه حق اشيد، كنت مسؤول الفني لها. ايوه وقدمت اعمال مجموعه لاعضاء الفرقه، منهم الله يرحمه جمال داوود كان الفرقه موجود. وانا غنيت خاصه اغاني شبابيه. أيوة. خاصه بالمهرجان الحادي عشر فيها. أيوة. فاول ما يعني وصلنا الاوديسا هي تحسبتي. ايوه نزلتوا لداخل فندق. قسينا في فندق. ايوه. يعني قسينا فتره وبعدين كل اسبوع تقريبا سياحه داخل هذا، على بال ما يجهزوا المركب على طول الى كوبا. ايوه. ف يعني كنا انا طبعا ما اشرب المواد الكحوليه ولا شيء. ايوه. المي اكثر المي حقهم ما غازي بل ايوه معدني. ف تروح لما تشمي ذا تروح ذات بالكوبيك تخرج. أيوة. لك يعطي لك اللومه ففي الفندق تشتي مي ما فيش، يجيبوا لك قاروره، القاروره شكلها عقل بيره. فانا اكل كم مرات يعني ذا شو اتركها ما اشربها. ايوه تخاف انه لا تخاف تحسبه بيره. واحد من الطلبه من الطلبه اللي درسوا كان في تحسبي. أيوة. قال لي ليش ما تشرب هذا؟ قلت له انا ما اشرب بيره. دور هكذا وشاف قال لي هذا تفاح، عصير تفاح. خلاص وعلى طول فتحت وشربت. شربت تفاح انا؟ اطمنت. اطمنت كثير. اكيد مواقف زي كذا سبحان الله ما حد يقدر ينسيها، خاصه لما تكون انت والزملاء ورحلات ودوله اجنبيه ونكون احنا مش فاهمين، خايفين لعد ايش يصير سبحان الله. غلط نحسن أكل حتى الخنزير مش عارفين، هذه كلها كانت ماشي تجنب الحاجه اسمها فيها خنزير ولا اكل يعني ناكل ما يقول لك ايش ذا اكل ذا. ايوه بس لازم تحرى يعني. أيوة. كمان في موقف كنت ادردش معك فيبو عن انه كنتوا تتحفظوا الغنيه وكوراس كنتوا تغنون مع بعض، بعدين استوى لك موقف محرج دخلت المسرح، او ايش الموقف اللي استوى لك؟ والله صراحه بالنسبه للمسرح طبعا الحمد لله يعني ما نطلع المسرح الا ونحن واثقين، ما حصلش حتى اذا انت مثلا نسيت كلمه ولا شيء تعمل دوبلاج مع الشاب. ايوه بطريقه فنيه ما يشعرش انك اخطات يعني. طبعا انا سعيده انه التقي فيك بقامة يعني ذهبية. الله يخليك. وعملاقة كبيرة بمجال الفن، واللي تعمقت انت بالعصر الذهبي بشكل غير عادي، ورجعت احنا ورجعت الناس كلها للزمن الجميل، واني مبسوطة انه اعرف زمنكم والزمن هذا الحلو اللي انتوا عشتونه، وكل من بيتابع اليوم الحلقة طبعا بينبسطوا اكيد انه يتعرفوا عليك ويعني وهذا اقل شيء ان احنا يعني نكرمك فيه ونحن نوثق قصة حياتك. الله يسلمك. بالأخير طبعا أنا أشكركم على هذه الاستضافة كما قدمت، وأشكر يتحملون المشاهدين إن شاء الله على ما أقول، إن شاء الله يكون ما قلته حقيقة وواضحة بدون تزييف بدون شيء. وأنا فخورة إنه أختم الحلقة بشخص من الزمن الجميل. حياكم الله. Thank you.
Thank you.